انت امر قوتك، انت قائد اخويا. ليش يا علي سلمان؟ ما في شيء خارج القانون، كل اللي سويناه تحت القانون يا علي سلمان. تكفى يا ابو حمد، تكفى يا ابو حمد. احنا نطالب الامير تميم بن حمد انه يشوف هذه التحركات لانها قد تكون اجتهادات شخصيه. اللي يضيع حواسه يسحب.